وعلى هامش أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي، شارك الرئيس السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية وفي جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري. كما عقد سلسلة لقاءات مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ومديرة صندوق النقد الدولي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور مسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر تجربة الصندوق السيادي المصري.